محمود حامد بيقول لي ايه رأي حضرتك في كارير الماركتينج وهل ليه مستقبل كويس؟ نعم يا محمود، الماركتينج في الوقت الحالي بقى ليه مستقبل مهم جدا وكويس، وده لسبب مهم جدا، ان مفيش اي شركة في الوقت الحالي الا فيها قسم الماركتينج او التسويق، لان الشركات اكتشفت ان الماركتينج او التسويق بيلعب دور مهم جدا 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 في ان الناس تشتري المنتجات بتاعتها والخدمات اللي هي بتقدمها. وكم مرة انت بتدخل الفيسبوك فبتلاقي حاجة انت كنت بتتكلم فيها فبتلاقي ظهرت لك فبتقبل على شراء هذا المنتج، ومن ثم انت بتكون عندك القدرة على تعزيز انتاجية الشركات دي. عشان كده يا محمود الماركتينج في كل الشركات دلوقتي والمؤسسات والبنوك بقى بيحتل اهمية كبيرة جدا، وكتير جدا من هذه الاماكن بقى بتطلب موظفين وبقى الطلب عليه كويس. ولكن مهم قوي بقى، واحنا بنقول الموضوع ده ان صحيح في طلب، ولكن من المهم انت بتحب المجال ده ولا لا، لان في احيانا بيكون هو فعلا عليه طلب وكل حاجة في السوق، ولكن انا ما بحبش الحاجة دي، فهل في الحالة دي انا ادخلها؟ لا، ادخل حاجة انت بتحبها علشان تقدر تبدع فيها وتحقق النجاح، وربنا يوفقك.